طبعا احنا اليوم بنشوف حزب الله عم يحشد جنوده على مدينة حمص ليحتل القرى ضواحي مدينة حمص. أين ضواحي أخي؟ ضواحي القصيم. الله العظيم ضحكتني من قلبي، لأنه فاتوا من المكان الغلط. ما لقى إلا على مدينة حمص، وعلى ضواحي مدينة حمص، على أسود السنة، على أحفاد خالد بن الوليد. أقسم بالله العظيم إنه فات من المكان الغلط، ومن المكان الغلط الغلط يعني. وبإذن الله عز وجل إنه راح يطلعوا محملين، يعني وينك أشلاء؟ بإذن الله. هاي إذا ضل منهم أشلاء، بفضل الله عز وجل وبهمة الشباب القوية، نحن جاهزين هلا باللحظة هاي إنه نكون بالقصيم. الحمد لله رب العالمين، نحن ما لنا متحاصرين بفضل الله. نحن ثابتين هون بحمص، حيث انه هالانجاز هالارجاز ما تتوغل فيها. نحن النسوان عنا هون صارت ظلم، عنا حمص العادية كل شبر من سراها دونه حبل الوريد. لا نركع الا لله عز وجل. وبجه تحية خاصة لعظمة الشيخ احمد الاسير، وبجه سلام خاص للكتائب، لكتائب صيدا وكتائب طرابلس اسود السنة اللي نازلين يأزروا اخواتهم من مدينة القصيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم نلاحظ بداخل الحصار، النظام يستخدم جميع انواع الاسلحة، ان كان راجمات ودبابات، حتى نحن الان موجودين بحي باب هود عم يستخدم النظام اسطوانات غاز عم يدمر كل شيء. اخي هاي جبهة باب هود، حاول بشتى الوسائل انه يقتحم خطوط الجبهات من الغرب، من الشرق، من الجنوب، من الشمال، ما طلع له. عم يستعمل معانا اسطوانات الغاز هاي، بيستعملوها من المستشفى الوطني للاكسجين، مشفى البر بيستعملوها للاكسجين مشان المرضى. عرفت علي شلون؟ عم يحط بقلبه صواريخ اخي وبقت فريون وعم يتفشى. بس هذا ابو المتور يوم ان شاء الله هذا اللي عم يصنعها أب شريف، عم نصنع أنا أسطوانات غاز يومه قريب بإذن الله، ونحن له بالمرصاد بإذن الله عز وجل. ترى ها ما بيطلع لي وين أخي أقطع شبر، ترى ها من بابه. والمعركة طاحني بالخندق، ونهايتهم بالخندق بإذن الله عز وجل، وإن غدا لناظره قريب بإذن الله. نحن بنشوف حصار خانق على مدينة حمص، بالبندقية عم تواجه جميع أنواع الأسلحة. شو السر وشو القوة اللي عم تثبتك أمام الصواريخ بندقيتك؟ السر عند الله عز وجل وحده ولا شريك له. ونحن الملائكة ما نعم نشوفها، بس سمع إذني عم يقول له يا سيدي، قال له نحن عم نقاتل جان، عم شوفوا هالقدو بفجأة مطلع طول قدامي 3 أمتار. قال له سيدي والله العظيم شو عملوا؟ هن داهمونا الخندق، من نقطة الخندق. قال له سيدي هيك وهيك من سرية المداهمة، زفر بالكلام، ما في داعي إني زفر أنا على الكاميرا. قال له هيك وهيك من سرية المداهمة، نحن عم نقاتل جون. قال له عم نقاتل جون، كنا هون كبدينه خسائر فادحة بالخندق، بشارع الخندق بابو. قال له سيدي ما عاد اقتحم أنا، تعال أنت اقتحم. قال له اقتحم، قال له يلا بلا ما عاد تقتحم، تعال. ورجعوا مثل الكلاب. 23 نزل البناية، نحن نقاوم بالروسي من فضل الله عز وجل. من تحت الركاع عم تواجه النظام، والله العظيم من تحت الأنقاض. وبجه رسالة لبشار الجحش، بشار البطل، كلب الابن 16 ألف كلب اللي باع الجولان وباع لواء اسكندرون.